يا ترى بتكشفوا أوراقكم للناس مرة واحدة ولا بتخلوا الورقة الرابحة لوقت اللزوم؟ معكم سبيك بالعامية، مصطلحنا لليوم بالإنجليزي have something up your sleeve. Have something up your sleeve، ومعنى هذا المصطلح إنه مخبي الورقة الرابحة أو الخطة أو الفكرة الذكية لأكشفها بالأخير. فمثلا إذا كنت عاملة حفلة لأولادي ومخبيت لهم مفاجآت لسه ما عرفوها، فممكن أقول لهم I still have some surprises up my sleeve. I still have some surprises up my sleeve. ممكن كمان إذا عندي قضية بالمحكمة والمحامي ما بيكشف أوراقه بسرعة، بيخلي شيء للأخير، فممكن أقول The lawyer has a trick up his sleeve. The lawyer has a trick up his sleeve. بالعمل إذا كنا عم نتفق على خطة معينة ولاحظنا إنه في واحد ساكت لسه ما حكى، فمعناها عنده شيء لسه ما كشف عنه، ممكن أقول له I think you have a card up your sleeve. I think you have a card up your sleeve. وهذا مصطلحنا لليوم، تابعوني بالمصطلحات القادمة.